لعلنا ننتقل إلى الضيف الثاني. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة سعادة الدكتور عارف النايض، سفير دولة ليبيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو من مواليد بنغازي 1962، درس التعليم العام في ليبيا وأكمل تعليمه في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في المجالات العلمية والفلسفية، وقد عمل مستشاراً ورئيسيا لبرنامج حوار الأديان في جامعة كامبريدج في كلية اللاهوت بالمملكة المتحدة، ومديرا للمركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بالعاصمة الأردنية عمان، وأستاذا سابقا في معهد العالي للفكر والحضارة الإسلامية بماليزيا، وأستاذا سابقا لدى المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية في روما، وعضو اللجنة الأكاديمية الاستشارية بمؤسسة طابة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ومديرا عاما لمؤسسة كلام للبحوث والإعلام بدبي. فأصالة عنكم ونيابة عن نفسي أرحب بالدكتور عارف النايض، فأهلا وسهلا وحياكم الله يا سعادة الدكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة، وأهلا وسهلا بكم. سعادة الدكتور، لعلنا ندخل في منحى سياسي بصفتك، يعني المنصب أو الوظيفة التي ترأسها هي سياسية، نريد ما هي المنطلقات السياسية نحو المصالحة الوطنية واللحمة في ليبيا؟ حقيقة أي منحى سياسي في ليبيا، لأن الشعب الليبي شعب مسلم، يجب أن يكون هذا المنحى مهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وخير ما نبدأ به بعد الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديث شريف أنا أعتقد أننا لو التزمنا به إن شاء الله سنصل إلى بر الأمان، لأن المرحلة الانتقالية مرحلة حساسة ودقيقة جدا، وتحتاج إلى هدي ونصيحة. وكما يقول الإمام الغزالي في رسالة أيها الولد المحب، يقول أن النصيحة تؤخذ من معدن الرسالة. فلننظر فيما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. فهذا هو الهدي المحمدي فيما يخص المسار السياسي لأي شعب مسلم يود أن يعيش حسب السياسة الشرعية المحمدية التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، المجلس الوطني الانتقالي كان دائما واضحا متمثلا أو ممثلا برئيسه السيد مصطفى عبد الجليل في أن هدي الإسلام هو الهدي الذي ستكون عليه السياسة العامة في ليبيا. فلو تأملنا في معاني هذا الحديث الشريف لرأينا أن هناك خارطة طريق كاملة للفترة الانتقالية تؤمن المسلمين من الخروج عن النهج الصحيح أو فساد ذات البين فيما بينهم. فالمصالحة الوطنية لابد أن تكون مبنية على هدي محمدي شريف. نعم. وهذا الحديث أعتقد سعادة فيه الدكتور ميثاق شرف. نعم.
يلزم الجميع. نعم سعادة الدكتور، نحن نعلم لعل من أسباب المصالحة هو وجود أنا تجنب لعلي كلمة الاختلاف، وإن كانت حقيقة قد ذكرت في القرآن ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولكن اختلفوا، فتعدد الآراء دعنا نسميه تعدد الآراء، كيف يتم التعامل في تعدد الآراء حتى ندخل في هذه المصالحة؟ لأن لعل أحد الأسباب في الدخول في مصالحة وطنية كبرى هي تعدد الآراء، فكيف يتم التعامل مع الآراء هذه حتى ندخل في مدخل المصالحة؟ أولا وأعتقد هذا من أسس آداب البحث والمناظرة ومن أسس الحوار، هو أن الإنسان مع اعتقاده الجازم بأنه على حق من حيث أن الدين الذي يدين به حق وأن الإسلام حق، إلا أن الإنسان لا يجب أن يستنتج من هذا أن فهمه للإسلام هو الحق الوحيد أو الحق المبين. فهم الإنسان دائما قاصر وفهم الإنسان دائما خطاء، ولذلك من شروط الحوار أن يعترف الجميع بأنهم خطاؤون وبأنهم ليسوا معصومين. هذه نقطة مهمة جدا، لأنه في حالة ما اعتقد الإنسان بأنه هو الذي على الحق وبأن فهمه هو الفهم الصحيح لهذا الحق وأن هذا الفهم هو الحقيقة البينة، في هذه الحالة تغلق جميع أبواب الحوار ولن يستطيع أن يحاور أحد، لأنه في الحقيقة يكون محس بأنه ليس بحاجة للآخر. فالحوار يبدأ بالإحساس بأننا مع إيماننا الكامل بأن الإسلام هو الحق، إلا أن فهمي أنا قاصر وتفسيري أنا فيه قصور وقابل للخطأ، ونحتاج لبعضنا البعض، المؤمن مرآة المؤمن، علينا أن نتحاور لنصلح أي أخطاء في وجهات نظرنا، أي أخطاء أو قصور في أفهامنا. فلن تتحقق المصالحة الوطنية إذا ما أصر كل ذي رأي على أن رأيه هو الحق المبين. نعم. لعل سعادة الدكتور هذا يذكرني بكلام للشيخ الصادق عندما تكلم عن قضية كيف نتعامل مع الأخطاء، فذكر منها أن المخطئ لا يترك كله بل يرد خطأه ويتعامل معه، فكيف يتم تفعيل هذه القاعدة في الشأن الليبي؟ نعم، عندنا مشكلة في ليبيا حقيقة، هي تشخيص الآراء وتشخيص الأخطاء أو تشخيص الصواب، يعني ننظر للشخص وعندما نختلف مع الشخص في رأي معين يصبح هذا الخلاف خلاف شخصي مع ذلك الشخص، ومن تلك اللحظة وصاعدا لم نقبل أي شيء من هذا الشخص. هذا من أكبر المشاكل حقيقة، يجب أن نتعامل مع الأطروحات والآراء في ذاتها لا بالنظر إلى قائلها، ولا نطعن في الشخص، وإنما إن كان لنا مطعن في الرأي فعلينا أن نأتي بالأدلة والبراهين اللازمة لدحض هذا الرأي دون أن نقع في خطيئة كبيرة وخطأ كبير وذنب عظيم، وهو شن الهجوم على مسلم من المسلمين، لأن المسلم عرضه وكرامته وشخصيته وعائلته وكل ما يمت له من حيث الإنسانية كرمه الله عز وجل. لا يجوز لإنسان أن يطعن في شخص آخر لمجرد أنه يختلف معه في الرأي، وهذا من أهم القواعد حقيقة إن كان سيكون لنا انطلاق في آفاق المصالحة الوطنية الحقيقية. سعادة السفير، نحن نعلم أن المصالحة لا تكون من اختلاف وخصام، فكيف يتم التعامل مع هذين السببين الاختلاف والخصام؟ أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نعتقد جازمين بأن العدو الوحيد الحقيقي لنا هو الشيطان والنفس، وبأن هذا الأخ المسلم أو الأخت المسلمة المواطن الليبي أو المواطنة الليبية الذين نتحاور معهم ونتحادث معهم ونعيش معهم ونتعايش معهم، هؤلاء الناس ليسوا أعداء حتى وإن خالفونا في الرأي، بل هم أخوة وأخوات
يجب علينا احترامهم لا من حيث الإنسانية فقط، ولكن أيضا من حيث أخوة الإسلام، وأيضا من حيث المواطنة والأخوة في الوطن الواحد ليبيا العزيز الغالي على الجميع. نعم سعادة الدكتور، لعل الكلام حول التنظير لمسألة المصالحة الوطنية واللحمة الليبية كثير، لكن ما هي حقيقة الوسائل والآليات التي ستقرب المسافات وتقرب القلوب وحقيقة يعني تبذل خطوة في اتجاه ليبيا المستقبل؟ أولا الصبر على بعضنا البعض. نحن شعب مر بعذابات كبيرة على مدى 42 سنة، هذه العذابات وهذا الاضطهاد وهذه المشاكل التي حصلت على مدى 42 سنة خلفت الكثير من الآثار السلبية في قلوبنا. يعني حقيقة الجهاد الأصغر، جهاد هذا الطاغية وإخراجه من حياتنا هو الجهاد الأصغر. الجهاد الأكبر هو مجاهدة الآثار التي تركها هذا الطاغية في قلوبنا. الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين قسم الكتاب إلى 4 أقسام، فيه ربع يسمى ربع المهلكات وربع يسمى ربع المنجيات. ربع المهلكات فيه الأخلاق الذميمة التي ذمها الإسلام ونبذها. لو تمعنا في ربع المهلكات في كتاب إحياء علوم الدين أو في أي من الكتب الشرعية التي تعتني بالأخلاق والأداب الإسلامية لوجدنا أن معظم المهلكات للأسف الشديد كانت من أبرز عناصر وأبرز مظاهر نظام الطاغية. هذه المهلكات للأسف الشديد تركت الأثر في القلوب، منها الرياء، منها العجب، منها التكبر، منها التسلط، منها الحسد، منها البغض للآخرين، منها التنابز بالألقاب والهمز واللمز. نحن للأسف الشديد حتى في هذه الثورة المباركة الآن وجدنا بعض المصطلحات تستخدم بشكل عشوائي، هذا من أزلام النظام وهذا من الطحالب وهذا من المتسلقين وهذا كذا وكذا. حقيقة تطرح كثير من هذه الأوصاف في الفيسبوك وفي بعض البرامج التلفزيونية وفي بعض الكتابات دون تأني ودون تثبت وبدون القيام بالواجبات الشرعية التي يجب أن يقوم بها الإنسان قبل أن يحكم مثل هذه الأحكام. يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فحقيقة علينا الحذر من أنفسنا والحذر من الانزلاق من آليات في التفكير كانت موجودة في عهد الطاغية وخاصة في لجانه الثورية، فكرة الشرعية الثورية، فكرة الاستحقاقات المبنية على الخروج ليلة الثورة كاستحقاقات مطلقة تستخدم لقهر الناس، فكرة عدم سرقة الثورة التي استخدمت في عهد القذافي والآن بدأنا نرى بوادرها، تستخدم هذه الأطروحات لاضطهاد الناس. أنت عندما تتهم شخص بأنه يسرق الثورة عليك أن تثبت ذلك، عليك أن تأتي بالأدلة والبراهين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولذلك لو أنا في اعتقادي الشخصي لو التزمنا بالقواعد الشرعية الكبرى والمقاصد الشرعية الكبرى والتزمنا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال لوجدنا أنفسنا على النهج الصحيح نحو ليبيا الديمقراطية والتعددية والدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة وليبيا الرغد والهناء والعيشة الكريمة التي يطمح لها كل ليبي والتي ثار من أجلها كل ليبي. نعم دكتور سعد، دكتور لعلك تتكلم على أمانة الكلمة خصوصا في من يتكلم على الشأن الليبي في وسائل الإعلام المختلفة وفيما يعرف بالإعلام الجديد، فهل من كلمة أو ماذا توجهون كل من يحاول أن يساهم في هذا الإعلام ويكتب أو يدلي برأيه حول الثورة ثورة 17 فبراير؟ حقيقة نحن شعب يعني كتمت أنفاسه على مدى أكثر من 4 عقود، هذا الشعب متشوق للتعبير عن نفسه عن ذاته، التعبير عن كرامته، للتعبير عن رؤاه،
والحمد لله رب العالمين، يعني انبثقت في هذه الثورة المجيدة وانفجرت طاقات وإمكانيات، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، من الإبداع الفكري والشعري والمجلات والجرائد التي الآن تعد بالعشرات. لكن في نفس الوقت هذه الانطلاقة في كثير من الأحيان يعوزها الانضباط، حقيقة الانضباط الشرعي والانضباط الفكري. أنا أتفهم هذا بسبب الكبت وبسبب الغضب وبسبب الظروف الصعبة، ولكن الحمد لله رب العالمين لم يتركنا المولى عز وجل سدى في هذا المجال. نعم. ما آداب الحديث، آداب الحديث، آداب الكلمة، من 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 صدق ومن أمانة ومن عدم لجوء للنميمة ولا للغيبة ولا للتجريح الشخصي. هذه الآداب الشرعية لو التزمنا بها لوجدنا أنفسنا في حوار. نعم. حقيقي. نعم. حوار وطني يحترم الجميع. نعم. ويصغي للجميع. نعم سعادة الدكتور، تبقى معنا وننتقل عبر الهاتف مع فضيلة الشيخ علي أحمد القلال